ازيكم يا حلوين، وجيت لكم في فيديو جديد. بس قبل ما تروحي على الفيديو ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملي لايك وكومنت حلو. زيك النهارده بقى هنعمل مع بعض ماسك سهل جدا وسريع وحلو جدا وفعال، وهتشوفي النتيجة من اول مرة ان شاء الله. معانا مكوناته سهلة جدا، معانا زبادي، وده لبن بودر اللي هو نيدو عادي، تجيبي كيس اللي هو الصغير ده، وده زيت الشاي الاخضر اهو، حلو جدا ده للحبوب اللي في البشرة، ومعانا عسل. تمام، هنجيب بقى حاجة فاضية ونحط فيها معلقة زبادي، معلقة واحدة بس. تمام، اللبن والزبادي هيدوا نضارة للبشرة رهيبة، ونحط عليها معلقة لبن واحدة، نقلبهم كده الاول مع بعض، نميكس بس كده. تمام اهو كده اندمجوا مع بعض. نحط بقى عليهم العسل، نحط برضو معلقة واحدة عسل اهو. ونميكس. اهو بصوا بقى شكله عامل ازاي، اهو تحفة تحفة للبشرة، جربوه ان شاء الله مش تندم. ونجيب بقى زيت الشاي، نحط حبة صغيرين اهو، بصوا هو لونه كده، ده لونه. مع مش متاح عندك زيت الشاي، جيبي باكت شاي اخضر وطحنيه كويس جدا في الكبه. تمام، وحطيه عليه بدل زيت الشاي، هيديكي نفس يعني نفس الزيت بالظبط، مش هيعمل حاجه مختلفه، هو هو. بس اهم حاجه يكون بودر، عشان لو عندك الشاي اللي هو الحتت الاخضر ده مش هينفع، هيكلكع معاكي ومش هيبقى حلو على البشرة، هيبقى يعني ناشف على البشرة. انما ده اهو اهو، شايفين شكله بقى عامل ازاي، جميل جدا، هيديكي تفتيح للبشرة. ولو عندك حبوب في بشرتك الشاي الاخضر هيساعدك ان هو تتخلصي من اثار الحبوب. حطيها ربع ساعة على البشرة وبعدين اغسليها، وبعدين رطبي وشك بأي كريم مرطب عندك. بس كده جربوها، وما تنسوش تقولي لي رأيكم في الكومنتات تحت. باي باي.